اليوم بالذات عالم الشباب يعني رايح وراء الكليب الأغاني اللي بشوفوها على الكليب، وأنا اللي عم بشوفه إنه إلهم تأثير كبير على الشباب في هذه الأيام. وبصراحة يعني المسيحيين إحنا ما بنصرف كتير على البرامج مثل ما العالم بيصرف على برامج، وبالذات الغناني لمشاهير المغنيين 3-4 دقائق ممكن يصرفوا عليها مبالغ ضخمة. وأنا اللي بشوفه إنه شوية حركات ولا واحد بتطلع تغني بتهزلها شوية فبكون لها جمهور كبير. هل يعني مع صوتك هذا الجميل، أنا عندي إيمان مش متعصب، يعني الله بالعالم المسيحي أعطانا أصوات مميزة مثل صوتك، صوت فادية بزي، زياد شحادي، مهر فايز، أيمن كفروني، لولو سمير، الحياة الأفضل، وكمان ليديا شديد وإلى آخره، يعني مرنمين كتير. يعني كتير بصراحة لما بقارن أصواتهم بالأصوات اللي بنسمعها في هذه الأيام ما فيش مقارنة. هل بيخطر على بالك مرات بتحس في جوا إنه طب أنا ممكن أعمل أحسن من هدول اللي بيطلعوا على التلفزيون، إنك تطلع تغني غنوية، ولا أنت خلاص حياتك كلها 100% للمسيح وصوتك بس للمسيح؟ بداية خدمتي بالترنيم كان عندي هيدي التمتيشن، هيدي التجربة إنه أوقات أطلع لقي إنه عن جد إنه كمان في أصوات مش ولا بد يعني، لكن واصلة لمراحل ضج كبير، شوية حركات أمور وأنا كتير. بشتغل في الميديا يعني البروديوسينج يعني بتكون بديش أسمي كلمة عبيد المخرج بحيث إنه بيسقل وبصيغ شو النوع اللي بيطلع على التيفي. وأنا بسجل باستوديو، لكن بعرف أوقات ممكن كمان شو ممكن الاستوديو يعمل بالأصوات حتى. كان عندي نوع من هذا التمتيشن يعني بأنه كان يجيني فكر أنه هل أنت ضيعتي هالموهبة أنه بس تستخدميها لله، وش سمعتها من ناس كتير أنه يعني عندك موهبة بس أنه يعني بس هون يا فادي حتى يعني اعملي لك غنوية وسبت للعالم أنه صوتك أحلى من كل الأصوات التانية. لكن وصلت بمعرفتي بعلاقتي بالله، أنا عم بكبر بعلاقتي بالله، صرت شوف شو هالغنى اللي أنا فيه، إن الرب يستأمني إنه أنا رنم عنه وأقدم له لإله. ابتديت أشعر بالغنى اللي أنا فيه مش بالفقر اللي أنا فيه. وابتديت أطلع مش على الأشخاص اللي بيغنوا بالعالم، لكن ابتديت أطلع الأغاني والكلام وكلها دايرة بتحور وبتدور حوالي رسائل just في جوع. I can tell في جوع بقلوب العالم كله عم بيحاولوا يعبوه بشيء، لكن إن كان بأغاني إن كان برأس إن كان بأمور كتير إن كان بأفلام إن كان نيمت. لكن نو ابتديت أشعر بالغنى اللي أنا فيه، وابتديت أشعر إنه يا رب أنت مستأمني على شيء كتير كبير. ابتديت إيفن أشعر يا رب مش حتى مش أي إيفن ترنيمي يمكن بقدر أرنم لك. كتابه الأحسن العزف، أحسن العزف مفروض نقدم للرب أفضل معنا، أفضل معنا حتى أي حتى بأمور الترنيم صارت مش أي ترنيمي لإلي جس هيك أوقف حتى وأولى صور إنه أقول. حتى كتير مرات في الترانيم المسيحية الجديدة في كتير ترانيم أو كلام حتى بكون نوعا ما مش كتابي. كتير في كتير بتحكي عني أنا. يعني يمكن أنا كمان ما فيني أقول إنه أنا هلأ مثل ما أنا أول ما ابتديت، يعني في مرحلة عم بكبر فيها روحيا، عم بكبر فيها بنظرتي، عم بكبر فيها بعلاقتي مع الله. اللي كنت مثلاً في نوع من ترانيم حتى أنا رنمتها تطلع فيه أهلا بقول أنا وين أنا بعلاقتي بالله، يمكن ممكن ما عادش رنمها. مش عم حط بالترانيم الغلط، مش عم أقول إنه ترانيم غلط، لكن الله لازم نقدم له أحلى معنا، لازم يكون أقدم له أحسن معنا إن كان من كلام أو موسيقى أو من أي شيء. فأنا شعر بالبريفليج إنه أنا عم أقدم، شعر بامتياز إني عم بقدر أقدم.